السلام عليكم ورحمة الله متتبعين قناة توريا الوجدية. أتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. مرحبا بكم اليوم معايا في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نقدم لكم فيه كيفاش نطيبوا الخبيز في الجهة الشرقية الوجدية. وطلب الأخت فوزية اللي طلبت مني الوصفة. هنا عندنا الخبيز على حسب الرغبة: قزبر المعدنوس، بصلة مشلضة، طماطيشة محكوكة، الهريسة على حسب الذوق، زيتون مقطع، إبزار، بابخيكا، كمون، الملح، نص كاس زيت الزيتون ونص كاس زيت المائدة، جوج فصوص ديال الثوم، والليم مصير، وكاس ديال الماء باش غادي نطيبو الخبيز.